يا مساء الفل. شايف النمانين اللي ظاهرة دي أو الحيات الصغنونة اللي ظاهرة دي أما نروح للهاي باور هتكتشف إن هي حاجة دلع شوية. أما روحنا للهاي باور تكتشف إنها سبيرمز، حيوانات منوية. للأسف دي بعض الحيوانات المنوية المتخللة لعينة المية دي، يعني نقوله كان فيه ejaculation للرايد ده، قذف ممكن، وبعد كده جاب بعد فترة جاب عينة المية، أو كان في جزء من استمناء، أو ممكن يكون كان في جزء من شهوة أو كلام من ده، فابتدت الحيوانات المنوية دي تنزل مع المية. للأسف الحيوانات المنوية دي كلها ميتة علشان وسط المية، لأن الحيوانات المنوية دي أصلا في الأساس بتعيش في وسط اسمه ألكلاين، وسط قاعدي سلايتلي ألكلاين، تمام؟ فلما تيجي الحيوانات المنوية دي تنزل في البول اللي هو أسيدك في الأساس، اللي هو حامضي في الأساس، فتموت، لأن وسط غير وسطها، غير المكان اللي ممكن هي تعيش فيه، فبالتالي الحيوانات المنوية دي ميتة. قبل كده استعرضنا فيديو لوسط مية ألكلاين، وكانت في بعض الحيوانات المنوية من دي عايشة، لأنه كان فعلا كان وسطها. شكرا، وأشوفكوا في فيديو جديد.